السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح ناخذ الأو. فعندنا هذه الحقيقة اللي هي واحد، سميناها رو، وعطيناها قيم واحد واحد صفر. فأخذنا الرو هنا وأخذنا المتغيرات حقتها اللي هي الـ A والـ B والـ C. وإذا كانت هذه الرول صحيحة راح يطبع رسالة اللي هي ترو. طيب، فنيجي هنا ونسوي أمر اللي هي الأو، راح يكون مع التست. طيب، وهنا نقول أور، وبعدين نعطي هنا قيمة اللي هي إيكوال للمتغير إنه يساوي الواحد. هل يساوي الواحد أو لا؟ ننسخ ذي ونقول الـ A هل يساوي الواحد، ونيجي هنا نقول الـ B هل يساوي الواحد، وهنا نقول الـ C هل يساوي الواحد. طبعا الـ OR على الأقل واحد من ذي الثلاثة يكون صحيح. إذا كان صحيح يطلع لك الـ OR الناتج إنه صح، فحينفذ التست. فنيجي هنا نشوف أول قيمة اللي هي الـ A، وهذا الـ B، وهذا الـ C. الـ A والـ B صحيحة ما عدا الـ C خاطئة، فحيرجع لك الـ OR إنه ترو. فلو نيجي نقول سيف، نخزن على ملف التست، ونيجي نقول هنا نسوي للملف لود اللي هو التست ترو، ما في مشاكل. ريسيت رن يطلع لك الناتج انه ترو، لانه التست رجعت له قيمة ترو. طيب، لو كان كل هذه بصفر، يعني اول اختبار بالصفر، الـ A لا يساوي الواحد، والـ B لا يساوي الواحد، والـ C لا يساوي الواحد، يقول هل الـ C يساوي الواحد؟ يرجع لك false، فكل ثلاثة القيم false، فيرجع الـ OR للتست إنه false، فما حينفذ الرسالة. طيب، نيجي نخزن control save، ونيجي هنا نقول control load للتست، ونسوي اللي هو الريست والرن. لو تلاحظون ما طبع لي أي رسالة، لأنه الـ OR رجع قيمة false للتست. فهذه هي طريقة الـ OR في الكليبس. أتمنى أنكم استفدتم من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.